اهو تيك. شكرا مراد. صباح النور يا روحي يا روحي انت. دخيله انا ما اشتقت لي؟ اشتاق لك. دخيلك انا. ايه اذا اتصل شو حاكي؟ بتصور رح يزبط معي غدا او عشا اليوم، رح يسالك اذا فاضي او لا ورح تقلي له ماني فاضي. ماني فاضيه؟ لا، واذا بدك تضلي تاخدي وتعطي رح فوت لجوا. ايه طبعا، انت ولا على بالك كل يوم بتتسلى مع بنت شكل. انا كنت مفكر انه غايتك الزواج مو انه تتسلي. بما انه سكتتي فيني كمل. ومحتمل سؤاله الثاني يكون بما انك مالك فاضي اي يوم من الاسبوع بتحبي نطلع، يعني بده يحاول يتزاكى ويلف ويدور عليكي، بقى انت لا تعطي لا حق ولا باطل. ممكن هالاسبوع يعني. ايه ممتاز. طيب اي يوم ممكن تكوني فاضيه؟ والله ما بعرف، شوفوا بخبرك. طيب واذا قلت لك اني ناطر شوفتك بفارغ الصبر؟ خليني اشوف مواعيدي ونتحاكى ماشي؟ لك ليش بقى؟ الو وين رحتي؟ ايه انا معك، بشوف شو في عندي مواعيد وبخبرك. مثل ما بدك. معناها الو لك شلون بتسكري هيك بوشه؟ كنت تحكي لك شي كلمه قبل. انت قلت لي سكري، وقت اتصرف من عندي بتلتقين. برافو عليكي. ايه والله عيب، هلا بيفكرني جفصه. انسي، رح يعمل لك قيمه هلا، رح يقدرك اكثر. عالقيمة طلعت كتير غبية بحياتي كلها، ما ساويت اللي عم ساويه هلأ جبة. آه منك أسيل. آه إيه غصون؟ أنا حذرتك مبارح. ليك يا عمار، أكيد تعرف على شي بنت بالحفلة وكان من شوي عم يواعدها. أكيد ما عم تمزحي؟ لا يكون قال هيك للبنت. ناطرك بفارغ الصبر لشوفك. بالله شو عرفك شو عم يقول؟ ما بعرف، برأيك شلون عرفت؟ معقول انت اللي كنتي عم تحكي معه أسيل؟ ليش سكر مخك غصون؟ انا اللي عم يحاكيني. ماني مصدقه، بدي تحكي لي كل التفاصيل وحتى الممله، ابسط التفاصيل بدي اعرفها وفورا. رح بلش لك من الاول، اسمعي شو عملت لك فيه. أسيل لهلا ما عم صدق انه انت اللي حكى معه. ما قصرتي فيه، خططتي ونلتي يلي ببالك بصحتك لأشوف. لا مو معقولة انتي غصون، يعني اللي بيسمعك عن جد بيفكر انه كسبت لها شي جائزة وعم نحتفل فيها. لا رح تكسب الجائزة تبعها وبطقم ألماس تحكي فيه كل البلد. لا تبالغي انتي، لشو طقم ألماس؟ بكفي خاتم. سكتي، لا تحكي هيك. ديليت ديليت ديليت. لميس الله يوفقك، ممكن تكبي لها الطاقة السلبية على جنب؟ يعني مو بالضرورة الكل تكون أولويتهم الشغل، على القليلة هالفترة. تمام تمام، ما عاد افتح تمي بلا ما نتناقر. احكي لنا انت هلا شو صار امبارح معي؟ شو قال لك لؤي؟ شو رح يقول لي؟ قال لو قدمتك إلى عنك حبيبتي كانت رح تجي على البيت وتجيب اغراضها وتفرضهم بوشنا، وما كانت رح تهنينا لحظة، بده وقت ليقنعها. يعني إذا بدك الحقيقة اللي عمله لؤي شيء كتير مهم، وبعد التفكير أنا كمان كنت بغار على أبي ولهلا بغار عليه، شو ساوي؟ كان بيودي أعطيكي رأيي، بس غصون أنا آخر مرة شفته لبابا كان عمري 5 سنين. ايه أنا كمان بصغري كنت غيورة كتير، بابا كان نسوانجي درجة أولى. ايه مزبوط، كان كتير يخونة لخالتي. ايه تتذكري أسيل؟ مرة رحنا مع ماما على الشركة ولقطنا بابا عم يخونة مع السكرتيرة. ماما المسكينة جن جنونة منه، وأنا ما تحملني عقلي وهجمت عليه وبزقت بوشه كمان. لا تقوليها. والله عملتها. ما بصدق ابنه. مرحبا. أهلا دكتور، كيف صحتك؟ منيح، كيفك أنت؟ عمار، عمار جاي لهون. عمار حلو حلو كتير. أسيل شافنا وجاي لهون. طلع حلوة غصون. ايه قومي قومي، اهدي وروقي، حلوة كتير. جاي ما بطول. لوين أسيل؟ ماشي دكتور شوفك. مرحبا. مرحبا، أهلا وسهلا فيك دكتور. حضرة المحامية. وين أسيل؟ أسيل دقيقتين وبتجي، راحت على الحمام. طيب كيف أموركم؟ كل شيء تمام؟ إيه وأنت كيفك؟ ها
هلا مو وقتك. رد رد مشان الله رد. شو بدك تساوي أسيل؟ خلص اهدي شوي. اي حاكي شو رح يصير يعني؟ بس اوعك تخبصي، خليكي ذكية. كأنه عم تاكلوا أكل صحي ما هيك؟ ها؟ مرحبا. يا أهلين، كيف صحتك؟ منيحة وأنت؟ شو هالصدفة الحلوة هي؟ كنت مخطط أنه نجي أنا وياكي لهون، يمكن ما صح لنا نجي سوا بس التقينا. بيقولوا المكتوب ما منه مهروب، مو هيك أسير؟ نحن كنا قايلين متحاكى بعدين بس للأسف ما تواصل. قدرتي تشوفي برنامج شغلك شي؟ بصراحة ما لحقت اليوم. يعطيك العافية، شكلك كتير مضغوطة بشغلك. يعني أنا كمان مدمن شغل وهذا ما أنه شي سيء، بس أحياناً لازم تخلقي مساحة لنفسك. صح كلامك. ما علينا، أنا رح أترككم تنبسطوا بسهرتكم. صحتين وهنا، رح شوفك. ها بشوفك. برافو أسيل، عن جد برافو. شو هالجنانة اللي عم تساوي حبيبتي؟ يعني منيح اللي فكرك مدمنة شغل. شو بده يفكر لك؟ كان قليلي، كان ممكن يفكر إنك مرتبطة بحدا تاني. المصيبة إذا عرف إنه أنا ما عم أشتغل شو رح يفكر؟ إيه والله مصيبة. أنا المفروض لاقي شغل وبأسرع وقت ممكن. ما تاكلي هم هالقصة بنوب، أنا تركت خبر عند كذا حدا وبكرة برجع بتصل فيه. أي ما تخافي أسيل، وأنا إلا ما أدبر لك شغل كمان.